طبعا شيء طبيعي شيء طبيعي شيء طبيعي أن تكون هناك تجاذبات وتكون هناك اتهامات وتكون هناك ادعاءات لبعض القوى السياسية، وهذه كل يعني في كل انتخابات نرى أن هناك ادعاءات كبيرة حقيقة تسقط مع إعلان نتائج الانتخابات، ونرى الكتل تتنازل عن كل ثوابتها وتذهب باتجاه من يسمى أو حقيقة هم اللا دولة، وهي الكيانات والقوى التي لا تؤمن بوحدة العراق وتتعامل مع قوى هذه القوى أو تضع شرعية للقواعد الأجنبية على الأرض العراقية، و بالتالي حقيقة هذا الخلط في الأوراق وهذا الزيف اللي حقيقة بدأ مكشوفا إلى كل أبناء الشعب العراقي. تحالف الفتح هو تحالف نبع وخرج من بودقة الجهاد والمجاهدين، والذي أعاد للدولة هيبتها وقدم قادته وأبنائه و وضع كل إمكانياته وترجم فتوى الجهاد الكفائي بتضحيات. هذه التضحيات لا نبخس الآخرين أنهم شاركوا معها، ولكن كانت البودقة الرئيسية وكان رأس السهم هم قادة الفتح ومجاهدي الفتح، وعلى رأسهم الشهيد أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني والقائد الحاج أبو حسن العامري. نفتخر بأننا أعدنا للدولة هيبتها وأعدنا للعراق وحدته، وفرضنا فرض القانون على الانفصاليين، وكان يمكن للفتح أن يؤدي دورا كبيرا بعد انتخابات 2018 في الانفتاح على التنين الصيني وعلى ألمانيا العظمى وبقية العالم، اللي حقيقة بسبب سياسات الحكومات السابقة وارتهان البعض للسياسة الاستكبارية الاستعمارية لسياسة الخضوع للولايات المتحدة الأمريكية وأجنداتها التي جعلت البلد الأغنى في الشرق الأوسط اللي هو العراق بلدا فقيرا